معرض أقل ما يقال عنه أنه ملتقى للمقبلة على الزفاف، هكذا أرادته مؤسسة الفارسي التي كان لها شرف التنظيم لكل ما جدت به أنامل المشاركات، واللواتي أبدعنا في تقديم أجود الحلويات والألبسة العصرية، وطبعاً كل ما يتماشى مع ذوق العروس. كان في مجال الطبخ، مجال تحضير الزفاف، مجال الملابس، مجال الديكور، يعني اللي تجي لنا تحضرت كل شيء في مكان واحد، مما يسهل عليهم تحضيرات، وهناك أيضا تخفيضات خاصة مهمة قاموا بها عديد من العارضين لنا. أنامل جزائرية امتدت إلى تقديم منتوج عصري ذو لمسة هندية، إماراتية وتركية، مع الحفاظ على طابع الأعراس الجزائرية وتقاليده المتوارثة. العروسة يتحوس الانترنت على المتوم، يتحوسوا على حاجة مودر. احنا نخدم المودر، ما نحبوش حاجة قديمة، دائما نخدم المودر وحسب واش نخدم انا واش نحب. احنا مختصين في العباءة الإماراتية، حاولنا باش نجيبوا لكم هذا الموديل الجزائري، شفنا العرايسنا بزاف يبغوه، رانا وفرناه لكم. كيما احنا درنا لي سالي، درنا لي سوكري، درنا الحلويات، ثاني كاين بزاف انواع جديده، حوايج تديهم معها العروسه في الشوره تاعها. عندكم لي دغا، لي كوسين بيرسوناليزي، كامل واش تحق العروسه في الكوسو والجهاز تاعها. الحمد لله راه عندنا اقبال على السلعه المنتوج تاعنا. هذا وتبقى مساله الاسعار تحدد رغبات واختيارات العروس الجديده في ظل غلاء المهور.